اهلا بحضراتكم من جديد. ملاحظين طبعا في ماتش سموحه امبارح الظاهره اللي الناس كلها مزعلاها، الفرص الكتيره اللي بتضيع، وفي كل مباراه نخرج نقول ضاعت كام فرصه. عشان كده حبينا نستثمر الموقف ونجيب فرود عشان نشوف ايه سبب ضياع الفرص، ويمكن يساعدنا شويه الكابتن احمد بلال. كابتن احمد اهلا بيك. يا اهلا وسهلا بيك استاذ ابراهيم، اهلا بيك طبعا. كل سنه وانت طيب ورمضان كريم. والله اكرم علينا يا رب وعليك، وطبعا الباشمهندس يعني عدلي يعني من الناس اللي انا بحبهم طبعا وبستمتع بيهم. مضوب كتير صح؟ ايه؟ مضوب كتير. باشمهندس عدلي والله بالتليفون والله. انت عارف اخر مره رجع؟ اخر مره رجع من تركيا بقى عمل ايه؟ لقيته بيتكلمني. يا باشمهندس انت رايح مكتبك امتى؟ قلت له بكره الصبح اذن. قال لي طيب عشان انا حاسب لك العقد. الله. مضاه وسابه. وسابوني في المكتب. كان راجع لسه من تركيا بقى. انت قررت خلاص هتقعد؟ قال لي ومضيت العقد وسايبه لك في المكتب. ما هو شويه نحاور وشويه نبقى ايوه السلكان. يعني عايز اقول ايه؟ ان مساله ان ارتباط النجوم بالنادي الاهلي ما كانتش موضع السؤال الحقيقه يعني. عندي عايز اخد تجربه الاحترافيه سواء هو محمد فاروق اللي خدوها يعني محمد يوسف، لكن كله كان في دماغه هاخدها وبعدين هو بيتي ده. فده برضو حاجه على المشي كده عشان الناس نفكرها ازاي الدنيا واللعيبه نجومنا الكبار. احمد جوال ربنا يخليك يا باشمهندس. مين اللي سماك احمد جوال؟ كابتن بيه.